أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة من حكاوي الجناوي. جيناكم احنا بالفرحة سيد الجناوي بطلنا، جيناكم احنا بالفرحة سيد الجناوي بطلنا، اجروا معنا ليه الفتحة ببركته احنا وصلنا، نحكي حياتنا الشعبية من الميلاد اليوم اللح يا بوي، افرح والعب شعبي ميراث اصالة جد الجد، ايه نحكي حياتنا الشعبي من الميلاد اليوم اللح يا بوي، افرح والعب شعبي ميراث اصالة جد الجد، ايه تراث جنا وحي الفنان الكل من نبعه بيشرب، تراث جنا وحي الفنان الكل من نبعه بيشرب، الانسانية في كل مكان وللعلوم تعالى جرب، وللعلوم تعالى جرب، للثقافة تعالى جرب، ولفنوننا تعالى جرب، ولفنوننا تعالى جرب. أعزائي المشاهدين، ومن داخل مدينة قنا الجديدة يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء بالمهندس أسامة الشاذلي، مدير محطات المياه ومدير الصيانة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. باشمهندس أسامة، النهاردة بنتكلم عن محطات المياه، عايزين ندي فكرة للمشاهد القنائي عن محطات المياه الموجودة داخل مدينة قنا الجديدة. مدينة قنا الجديدة فيها بتخدم السكان بتوعها عن طريق محطة المياه الموجودة داخل حدود المدينة. احنا نفذنا المرحلة الأولى من المحطة بتاعتنا هنا للمدينة بطاقة 23500 متر مكعب يوم. المأخذ بتاعنا موجود على النيل. احنا المحطة دي بتخدم السكان المدينة فقط. المياه بتاعتنا من النيل، المياه مش مياه جوفية. لا لا لا، احنا المياه عندنا خطين قطر 700 ملي بيجيبوا لنا المياه من النيل، وهنا بتمر المياه، بتيجي المياه العكرة بتيجي من عندنا من عن النيل. احنا بنقول المياه بتاعت النيل مياه عكرة يعني، لان هنا بتمر على مراحل التنقية المختلفة وبتخرج للمواطنين مياه صالحة للشرب طبقا للتوصيف بتاع وزارة الصحة. لو كلمنا باشمهندس أسامة على اختيار المأخذ، هل المأخذ اللي احنا بناخذ منه المية بناخذ منه عينات دورية بحيث نشوف مدى صلاحية المياه؟ اكيد طبعا، احنا اختيار المأخذ بيتم بالتنسيق مع وزارة الري، لان هي المسؤولة على النيل. بيتم اختيار المأخذ في مكان تكون فيه المية يعني مية سارية ومية يعني نسبة العكارة فيها منخفضة. بتجينا مية هنا نسبة العكارة بتاعتها كويسة جدا، بنبدأ احنا نضيف كميات الشابة بتاعتنا اللي هي بتبقى مسؤولة عن يعني اول ما بناخد المية بتترفع لينا من المأخذ للمحطة هنا. مظبوط. ايه المعاملات اللي احنا بنعامل المية بيها حتى تصل للمواطن؟ المية اول ما بتوصل هنا بتوصل عندنا على خزان. الخزان ده سعته 10000 متر مكعب، بتبدا منه على حاجه اسمها بير التوزيع ده بنضيف فيه الكلور الابتدائي، بنضيف جرعه كلور الابتدائي عشان نتخلص من اي مواد وبكتيريا وكائنات حيه، وبنضيف كمان الشبه دي ما هي الا بتعمل السسبندد سوليد، الحاجات المتعلقه اللي موجوده داخل الميه بتبدا تجمعها مع بعضها وتبدا تعمل لها تديها ثقل وتبدا تنزلها ترسبها تحت، فبنتخلص من العكاره عن طريق الشبه، وبنتخلص من الكائنات الحيه الموجوده في الميه عن طريق الكلور، جرعه كلور ابتدائي بنديها للميه وهي داخله علينا، بندخلها بعد كده على حاجه اسمها المروجات. المروجات دي بتاخد الميه فيها حوالي ساعتين لثلاث ساعات، دي بيتم فيها عمليه الترسيب، فيها كور داخلي كده بتتم فيها عمليه الترسيب لمده ساعتين ثلاثه، بنتخلص من جزء كبير من العكاره الموجوده في الميه، بتبدا الميه تبقى صافيه. بناخدها بعد كده طبعا في حاجه اسمها في ميكسر ابتدائي او رابط ميكسر وفي خلاط ابتدائي بيبدا يعمل عمليه خلط للمواد الكيميائيه اللي ضفناها للميه دي اللي هي زي الشبه والكلور. بعد كده الميه بتخش على حاجه اسمها المرشحات. المرشحات دي عباره عن فلاتر رمليه، بيبقى الميه لسه فيها برضو بعض العوالق الصغيره جدا، بتخش من خلال زي ما بفلتر اي حاجه انا عندي، بنخش الفلتر ده عباره عن طبقات من الرمله والزلط المتدرج، الميه بتبدا تدخل عنده. احنا كنا موجود هنا في مبنى المرشحات حاليا،
الميه بتنزل على المرشح ده تبدا تنزل لنا ميه صافيه جدا. انا تخلصت خلاص من المواد الكائنات الحيه وتخلصت من الـ من الـ من العوالق الموجوده والشوائب الموجوده داخل الميه. بعد كده بتخش على خزان اسمه خزان المياه النقيه او خزان المياه المرشحه. دي بتبقى ده سعته برضه 10000 متر مكعب. بسحب خلاص منه ده للمواطنين بره بدي للناس. بعض المواطنين باشمهندس اسامه يشكو يقول لك ان في نسبه الكلور مرتفعه. ده بيكون ناتج منين؟ لا هو في ناس بتشوف الميه بتشوف فيها نسبه لونها ابيض شويه. لا ده بيبقى هواء في الـ في الـ في الـ في الخطوط. وده على اساسه ان احنا اول ما بنسيب الميه فتره كده بنلاقي الميه هديت ورجعت لصفائها ونقائها المعتاد يعني. لكن احنا هنا طبعا لازم بتبقى عندنا معمل في المحطه بيتابع دائما جرعه الشبه اللي بتضاف اللي بنتخلص منها طبعا على نسبه العكاره. اول ما الميه بتبقى عكره زياده هو بيضيف نسبه شبه زياده. الميه صافيه شويه بيقلل نسبه الشبه وبرضه في نفس الوقت بيشوف كميه الكلور يعني تقريبا من 2 ل 3 ملي جرام لكل لتر نسبه الريزيدوال كلوراين اللي تكون في الميه نسبه الكلور المتبقي. واهم حاجه عندي اخر مواطن في المدينه الاقي فيه نسبه كلور في الميه النسبه برضه المعتمده المظبوطه عشان خاطر ما يبقاش يبقى اول الشبكه مثلا فيها كلور بيقتل الجراثيم والاقي في نهايه الشبكه الميه لا ما تبقى ما فيهاش نسبه كلور. فلازم بحافظ على النسبه المعتمده دي من خارج المحطه لغايه اخر مواطن في المدينه. واحنا عندنا الحمد لله المحطه هنا بتخدم كافه المواطنين بالضغوط. ما عندناش حاجه اسمها مواتير في العمارات. الميه هنا موجوده في عمارات الاسكان الاجتماعي في اخر دور بنفس الضغط المطلوب. يعني ضغط الميه هنا مش بيحتاج موتور. احنا هنا عاملين حاجه اسمها اتزان هيدروليكي. اتزان هيدروليكي ده احنا دارسين المدينه بتاعتنا ل 2050 ان شاء الله هنعمل فيها ايه. يعني احنا حاليا منفذين المرحله الاولى. احنا شغالين 24 ساعه ما فيش خزانات اعلى للعمارات. لا مفيش حاجه اسمها خزان. احنا عندنا حاجه اسمها كمان خزان عالي. في نهايه المدينه الضغوط لما بتزيد انا ما عنديش تصرفات بالليل ما حدش بيشرب بياخد كميات ميه وعندي طرمبه بتضخ كميات ميه كبيره. فالميه دي بتروح على خزان اسمه خزان الموازنه. الخزان ده اعلى من منسوب الامارات يمكن عديته عليه حضرتك وانت جاي. الخزان ده سعته 2000 متر مكعب. الميه بتتخزن جواه وبتعمل عمليه تعويض في الفترات المسائيه حتى لو انا فصلت ممكن اريح المحطه دي لو انا مش محتاج بره بس الخزان بيضخ ميه. الخزان بيضخ ميه ويحافظ على الضغوط. خزان موازنه وتعويض يعمل على اتزان الشبكه ويعمل على تعويض اي كميات لو انا عندي مثلا في الرش اورز لو في ساعات الذروه انا محتاج كميات ميه وعايز اشغل طرمبه ثاني بدل ما انا افقد طاقه. الخزان العالي بيعوض في الفترات اللي هي محتاجه فيها الميه. خدته للتوازن برضه بس فعلا زياده الضغط هو بيستوعب معايا الكميات الزياده. تصرف وضغط مظبوط داخل المدينه. وعندنا احنا عندنا كمان من المدن يعني الحديثه دي اللي هي مخططه اللي هي تابعه لهيئه المشتبهات العمرانيه واللي بتديرها احنا الجهاز احنا بندير المنظومه كامله من اول ما الميه بتيجي من المأخذ من النيل لحد الفاتوره وتحصيل الفاتوره. احنا جهاز المدينه احنا يعني ما فيش عندنا شركه الميه تم نقل التبعيه من شركات الميه. ما فيش شركه الميه جهاز المدينه هو مسؤول عن كل شيء. جهاز المدينه بيدير المنظومه بتاعته من صيانه شبكات لصيانه المحطه هنا لصيانه التوصيل كل حاجه. كل حاجه بيديرها من خلال شركات. بنطرح مناقصات المناقصه دي بتبقى مده العمليه مثلا 24 شهر. يعني احنا حاليا في محطه الميه هنا في عندنا شركه اسمها شركه ايكوتيك هي الشركه اللي بتدير المحطه حاليا كاداره وبنتابعها احنا كجهاز وموجودين معاهم يوميا في المشكلات ولحلها ومتابعه الميه ومتابعه العينات اللي بتطلع من الميه واللي بنوديها وزاره الصحه. احنا لازم نودي عينات لوزاره الصحه عشان تشيك على شغلنا ونتاكد احنا من جوده الميه اللي بنقدمها للمواطن. باشمهندس اسامه في هناك بعض الكوارث الطبيعيه اللي بتحصل يعني ممكن السيول على سبيل المثال او يعني بقع الزيت الموجوده في نهر النيل كيف يتم التعامل معها؟ هل انا بتم بوقف اخذ المياه من المأخذ؟ احنا عندنا اولا بالنسبه للسيول المدينه طبعا محميه عندنا مخر سيل وعندنا جدار معمول في بدايه المدينه لان كان برضو المدينه بتكلم كلام كتير ان المدينه موجوده في مخر سيول. لا ده احنا المدينه الحمد لله هي جاهزه لتتعرض لاي سيول بس لا قدر الله ربنا ما يقدرش يعني. لكن هي فيها مخر سيل وفيها سد موجود في بدايه المدينه بيحمي المدينه وبيحمي المدينه من اي اثار. فده بالنسبه للسيول. اما بالنسبه لبقع الزيت وكلام زي كده فاحنا في تعاون دائم طبعا مع وزاره الري لما اصلا بيفتحوا الصحارات بتاعتهم لاي للسد الشتويه او وجود اي مشكله على طول بنتبلغ مباشره نوقف المأخذ بتاعك. واحنا الحمد لله عندنا هنا تخزين ميه عكره. يعني احنا عندنا خزان ميه تخزين ميه عكره. احنا عندنا يعني اغلب المحطات الميه بتيجي من المأخذ على النيل للمراحل التنقيه داخل المحطه. لكن احنا لا الامر مختلف شويه. احنا هنا بنخزن الميه العكره. يعني احنا ممكن اوقف المأخذ تحت لو عندي صيانه او عندي اي اجراءات بوقف المأخذ خالص ولو لا قدر الله حصلت اي تلوث. وعندنا كمان احنا هنا يعني اتعلمنا من نظام الجوده يبقى عندنا
اي كل حاجه مكتوبه، الخطوات اللي بتتم عند حدوث تسرب زيت، وجهاز التنظيمي على طول، جهاز التنظيمي لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بيتواجد عندنا سنويا، بيتعامل اولا باول معاه، بيتواجد معنا سنويا وبيشوف الاجراءات. يعني احنا معانا كتيب الاجراءات، انا مهندس مش فاهم موجود هنا داخل المحطه، لازم يبقى فيه كتيب ارشادات، انا اتعامل ازاي، اتعامل ازاي للمحطه، حتى مراحل التنقيه داخل المحطه، انت ازاي تعمل تشغل المرشحات موجوده، هتلاقي في كل عنبر حضرتك هتلاقي فيه اجراءات تشغيل قياسيه موجوده داخل العنب عشان نشغل ونحافظ على جوده الميه اللي طالعه للمواطنين. بالنسبه لعمليه توصيل المواطن للمرافق بتاعته من مياه وصرف الصحي، هل هناك بعض العقبات اللي بتواجه المواطن، ولا هناك تيسير للمواطنين لتوصيل المرافق؟ احنا هنا عاملين مركز خدمه داخل مبنى الجهاز، وعاملين لاداره المنظومه بتاعه المياه. بيجي عندنا المواطن بكل اريحيه، بيقدم في مركز التكنولوجيا الطلب بتاع توصيل عداد المياه، وعندنا شركات. ده بيكون بعد حصوله على المطابقه بتاعه المبنى؟ لا طبعا، بعد ما بيخلص موضوع التراخيص ويخلص موضوع الاجراءات الحفر، بيجي عندنا خلاص انا عايز حفرت وعايز اشتغل انشاءات، فبياخد عداد انشائي. العداد الانشائي يختلف عن العداد المنزلي طبعا. نعم. هو العداد الانشائي ده عشان بيبدا بيه اعمال التنفيذ، التعريفه بتاعته مختلفه شويه. لكن اول ما بيخلص انشاءات وبتتم المعاينه النهائيه، بياخد خطاب من اداره التراخيص ان هو خلاص الراجل ده يقدر يتحول من انشائي لدائم، فعلى طول احنا بنحوله من انشاء الدائم في اداره المياه، بيجي بيقدم طلب ويسدد رسوم الطلب، واحنا مباشره بنحول له التعريفه او المحاسبه الشهريه من انشاء الى دائم. ده بعد ما يكون هو حصل على مطابقه المبنى والمواصفات، خلص كل حاجه، خلص الاشتراط، خلص الاشتراطات اللي هي المطلوبه منه في كراسه الشروط، اللي هو دور صالح للسكن وعليه تشطيب الدور الصالح للسكن، بيخلصه من هنا، احنا على طول بنحول له الاعداد بتاعه، ويبدا هو بيركب عداد كهرباء كمان دائم من شركة الكهرباء. أما إحنا هنا زي ما قلت لحضرتك، إحنا مختصين كاملا بمنظومة المية، عندنا إدارة كاملة لإدارة المية وإدارة الفواتير والتحصيل كمان، وعندنا محصلين، والحمد لله دخلنا دلوقتي في العدد. الفاتورة شاملة الاثنين، مياه شرب وصرف صحي الاثنين. ما احنا عندنا شركات بتصرف، فاحنا لازم برضو يبقى في المدينه لازم يعني نحاول تصرف على نفسها، يبقى في اتزان. عندنا اداره المياه اللي بتعمل عمليه التحصيل، وفي نفس الوقت عندنا ادارات التشغيل والصيانه اللي بتحافظ يعني بتادي الخدمه للمواطن عشان يلاقي الخدمه واصله له ولا عنده اي عطل. الحمد لله موجوده الشركات دي ال 24 ساعه، موجوده بمعدات بتاعتها والحفارات والعربيات، اي عطل بيحصل هم بيتحركوا في وقتها عشان يعني احنا حتى بنحسب المده الزمنيه، بنحاول يعني نوصل لمنظومه متكامله من حيث جوده الميه اللي واصله وجوده الخدمه للتشغيل والصيانه وكمان اداره التحصيل والفوتره. مهندس اسامه، نقدر نقول جميع القطع الاراضي اللي تم تخصيصها للمواطنين كامله المرافق؟ طبعا احنا هنا لازم لما بندي القطعه كامله المرافق، جاي وصله الميه بقطره كمان 1.5 بوصة بنلاقيها واقفة قدامه في القطعة، ووسط الصرف الصحي كمان داخلة جوه القطعة. احنا حتى حاولنا كمان انه ننظم المواضيع اكتر ونسهل على المواطنين اكتر. كان الاول مثلا يبقى فيه مثلا اكتر من قطعة متصلة بوسطة مية، لا، كل قطعة لها وسط المية الخاصة بها، كل قطعة لها وسط الصرف الصحي الخاصة بها، عشان المواطن يلاقي يستلم الارض فضاء بس وسط المية والصرف الصحي موجودة داخل. يعني لازم الميه والصرف الصحي الاول. مظبوط. بعض المدن بيسلمك اراضي وبعد كده يقول لك انا لسه هرفق. لا يا فندم، احنا حتى متاخرين، احنا عندنا 600 فدان لسه ما خلصناش، هنبدا ان شاء الله في الترفيق بتاعهم. احنا بناخد الارض صحراء بننزل فيها مرافق متكامله من 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 شبكات طرق، من شبكات ميه. احنا المدن هنا عندنا شبكه للميه وشبكه للري، يعني عندنا مواسير للري منفصله تماما. يعني اللاندسكيب ده اللي احنا بنشوفه بالرشاشات اللي شغاله دي شبكه منفصله عن شبكه مياه الشرب. المدينه بتاعتنا مخططه ان احنا المحطات المعالجه بتاعتنا بتاعت الصرف الصحي
ميه معالجه ثلاثيا. وعندنا هنا جنب المحطه هنا خزان احنا شغالين فيه بنستكمل فيه انشاءات، خزان مياه معالجه ثلاثيا ده بنستكمل فيه محطه معالجه. احنا عندنا محطه معالجه يعني نسبه التنفيذ بتاعها مرتفعه جدا، قربنا نخلصها. ميه الصرف بتروح محطه المعالجه بتعالج الميه دي الثنائي وثلاثي، مش بنرميها بقى في غابات، بترجع لنا على نظام احواض. احواض برك اكسده. نعم. نظام يعني انظمه المعالجه بتاعت الصرف الصحي اكتر. نعم. من نظام. جميل. احنا النظام اللي عندنا هنا نظام برك الاكسده. هل بعد كده احنا بنستغل ممكن نخصص غابات شجريه للاستفاده بمياه الصرف الصحي؟ زي ما قلت لحضرتك احنا هنا المحطه اللي عندنا اول مرحله اولى من المحطه بتاعتنا 15500 متر مكعب في اليوم، دي كامله هتم معالجتها ثلاثيا، وهتيجي لنا احنا خلصنا الخط خلاص الواصل من محطه المعالجه والمدينه هنا، بتيجي لنا الميه دي بنخزنها في خزان اسمه خزان الري. جميل. وعندنا طرمبات ده بعد المعالجه؟ ده بعد المعالجه ثلاثيا. وبنضخ في شبكه الري، زي ما قلت لحضرتك احنا هنا المدينه فيها شبكه ري منفصله. جميل. يعني الاحواض واللاندسكيب اللي انت شفته حضرتك في المدينه ده كله الشبكات بتاعته شبكه منفصله. احنا حاليا بنضخ فيه ميه من يعني رابطين الشبكتين على بعض، لكن بعد كده احنا خلاص ان شاء الله اول ما هيبقى فيه عندنا الميه المعالجه ثلاثيا هنفصل تماما. جميل. استفاده كامله من الطاقه الاولى للمحطه في معالجه الصرف الصحي. طب بالنسبه لحمامات السباحه لا احنا الميه للمواطنين دي ميه من شبكه الميه. جميل. لا احنا دي اللاندسكيب الخاص بينا في الشوارع. جميل. الميه المعالجه ثلاثيا دي خاصه بالشجر اللي شفته حضرتك. لا لا ري مش شجر مثمر كمان. جميل. الري اللي انت شايفه شجر الزينه الموجود والنجيله الموجوده في الشوارع. ايه اهم المشكلات اللي بتواجهكم هنا داخل شركه مياه الشرب؟ احنا والله احنا الجهاز يعني الحمد لله ما فيش مشكلات، احنا بنحاول يعني نقضي على المشكلات تماما، والحمد لله احنا ان معانا يعني الناس متعاونين، واحنا الفكره هنا ان احنا كلنا وحده واحده. يعني هنا التراخيص جنبها اداره الميه، جنبها اداره التشغيل والصيانه، جنبها اداره المرافق، يعني المواطن عندنا مش 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 منفصل من جهه لجهه. يعني مش زي مجلس المدينه وشركه الميه ياخد خطاب من هنا يروح بيه هنا. احنا السيستم اللي شغالين بيه سيستم متكامل. يعني سيستم متكامل. واحنا الحمد لله بدانا كمان تركيب عدادات مسبقه الدفع دلوقتي. جميل. احنا المدينه من 20 نظام الكارت. نظام الكارت الميه عندنا نظام كارت، لا 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 يخبط عليك قارئ ولا تنتظر محصل ولا تشوف ان انا ابلغه القراءه، لا احنا الحمد لله الكارت حتى الناس يعني بدانا نعمل عمليه توعيه لمنظومه الكارت المسبق الدفع. يعني المواطن عنده اعتقاد بان الكارت يعني مغالي في التسعيره بتاعته. مظبوط. بصفتك راجل يعني مسؤول عن المياه هنا داخل مدينه القناه الجديده، هل نفس التسعيره هي ثابته بالنسبه للعداد العادي او عداد الكارت؟ فعلا الاعتقاد ده سائد. نعم. سائد ان الناس فاكره ان انا لا اخد عداد ميكانيكي. لا ده تعريفته مختلفه على عداد الكارت. احنا شغالين باللائحه التجاريه الموحده على مستوى الجمهوريه، دي تعريفه ينزلها الجهاز التنظيمي. ما فيش حد بيحاسب في اي مكان على الميه الا موحده سعر موحد، وما ينفعش انا اطلع. مفيش فرق بين عداد ميكانيكي ولا عداد كارت. معلش يعني انا كده احنا بنتعامل بمكيالين. لازم العداد الميكانيكي المحاسبه بتاعته تبقى زي العداد الكارت. مظبوط. الاعتقاد لدى المواطن راجع ليه؟ هو شيء جديد. يعني اي حد والله، لكن الناس بدات لما بدات يعني اي شيء جديد لازم يواجه معارضه. في ناس الحمد لله لما بتقول لك والله المحصل بيجي يخبط عليا وانا مش موجود وانا مسافر وبتحطوا لي قراءه ممكن مختلفه شويه عن اللي موجود في العداد، بنقول له طب ما انت مش موجود في البيت. فالناس بدات لا انا اغير كارت واريح نفسي وانا ابقى رقيب على نفسي. احنا فعلا برضو بننزل كل فتره حد يبص على عداد الكارت اخباره ايه، بس هو دلوقتي بقى رقيب على نفسه وبيروح يسدد ويشحن الكارت بتاعه، وطرق الشحن دلوقتي بدات باشمهندس اسامه في حاله عدم الشحن يقول لك لا ده انا لسه هركب عداد على الميه بحيث ممكن انا اكون باخد شاور فبالتالي يفصل مني الكارت وبالتالي اعمل ايه؟ العدادات المسبقه للدفع دي زيها زي عداد الكهرباء. نعم. لو فصل على حضرتك الرصيد. نعم. على طول بتنزل بيديك شحنه لغايه ما ان شاء الله تروح تشحن. جميل. بيديك بنسبه تقريبا 10% من الشحنه بتاعتك بالماينس، يعني بيحمل عليك مديونيه. جميل. بس ما بيقطعش عليك ميه، يعني انت خلاص قطع عليك ميه عشان يعرفك ان انا رصيدي خلص. خلاص رصيدي خلص. وفي نفس الوقت العداد بتاعنا هنا حاليا ما بيقفلش بعد المواعيد العمل الرسميه. جميل. يعني احنا اخر العداد يقفل عليك في الفتره الصباحيه. جميل. اللي هي فتره مواعيد العمل من 8 ل 4. دي احنا عندنا اسمها بعد صديقه من بعد الاربعه خمسه. لا. يبقى مستمر معاك للصباح. مستمر حتى لو رصيده خلص. جميل. ليه؟ لان احنا معرفينه على حاجه اسمها يعني الكارت ده او العداد ده مبرمج. في البرمجه احنا معرفينه على حاجه اسمها اوقات صديقه. جميل. الاوقات الصديقه دي اوعى تقفل على المواطن. احنا على فكره الاعياد والاجازات الرسميه. نعم. متعرفه ما يقفلش فيها ميه. في الاعياد والاوقات الرسميه الميه المواطن هيروح فين؟ يقول لك ما يقفلش. لا
هل هنا في اتجاه لتعميم فكره العدادات المدفوعه مسبقا لجميع الوحدات السكنيه داخل مدينه القناه الجديده؟ هيئه المجتمعات العمرانيه من 20/7/2022 عممت تركيب العدادات مسبقه الدفع، وعملت لنا سوفت وير متكامل، والكميات جات لنا المخازن، وبدانا بنتعامل مع المواطنين بالعداد الكارت المعتمد اللي احنا بيطلع من هيئه المجتمعات العمرانيه. وعلى مستوى المدن، على مستوى المدن منظومه متكامله، يعني انا اقدر اشحن، انا لو موجود في مدينه طيبه اقدر اشحن الكارت بتاعي، عايز اشحن هنا في مدينه هنا الجديده وانا ساكن في طيبه، الموضوع متكامل. الوحدات المركبه عداد ميكانيكي وتم تحويلها يقول لك لعداد الكتروني او عداد مسبق الدفع، فبالتالي يقول لك انا هتكلف ثمن العداد، هل في عمليه تقسيط بحيث انا قسطت ثمن العداد على مراحل؟ هو حاليا الرؤيه حاليا للعدادات الاشتراكات الحديثه. يعني لسه احنا ما بداناش في موضوع تغيير العدادات الميكانيكيه. اللي بيحصل له تلف او بيفقد من العميل ده على طول بيجي ياخد عندنا عداد مسبق الدفع. لكن العداد تكلفه العداد، ثمن العداد بيكون ليه رسم معين، هل بيتحمله في اول فاتوره ولا بيتقسط ليه على عده اشهر؟ احنا عندنا ما فيش مشكله، النهارده عاملين النهارده تقسيط لاكثر من حد العداد بتاعه فقد، وبيقول انا يعني العداد بتاعي فقد وانا مش قادر على التكلفه بتاعته، فاحنا عندنا نظام التقسيط متواجد ومتاح. يعني هنا انت راضي عن الاداء اللي هنا داخل بالنسبه للمواطنين؟ هل في شكاوى منهم انقطاع الميه، الانقطاع المتكرر؟ لا الحمد لله احنا ما عندناش حاجه اسمها انقطاع ميه. لا احنا المحطه موجوده في قلب المدينه، وعندنا الشركات، احنا عندنا كمان مراقبه للضغوط في الاحياء. فالحمد لله احنا حتى لما بيحصل اول ما بيحصل انقطاع على طول، اي بيحصل انقطاع نتيجه وجود عطل في شارع، لكن انقطاع المحطه الحمد لله فيها استدامه في الخدمه بتاعتها الحمد لله. يعني المواطنين اعتقد يعني الحمد لله ان شاء الله يكون في يعني اريحيه نفسيه بالنسبه للمواطنين بتوع سكان مدينه الجديده. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة أخرى من حكاوي القناوي. شكرا لكم وإلى اللقاء.